تمشي يا ابني، كنت بتقول جنية يبقى هتنقذ نفسها. دلوقتي بقت جنية؟ مش كان مفيش حاجة اسمها كده؟ جنية مش جنية، أنا أخد عليك عهد. يعني إيه؟ عايزني أقف عاجز وأنا بشوفها بتروح في داهية بدالي؟ مش لو هي هتروح في داهية بس، لا، أنا لو بموت قدامك روحي بتطلع، اللعنة اللي ربنا باليك بيها دي مش هتستخدمها، وإلا عمري ما هرضى عنك. أنت مش فاهم حاجة، أنت عمرك ما حسيت بيا. رميت نفسك بين حيطان الجحر. سألت نفسك الغلبان اللي مرمي جنبك ده بكره بتاعه شكله ايه؟ عمرك سألت نفسك اللعنة اللي مضايقاك قوي دي هي بالنسبة له ايه؟ عمرك سألت نفسك هو سعيد ولا لا؟ أنا متأكد إنك عمرك ما سألت نفسك، لأن أنا نفسي عمري ما سألت. قاعد بفكر في اللي انت بتفكر فيه بس. الحق والطار والمقبرة اللي هتتردني لحد ما قابلتها. جنية، عفريتة، انسية، مش مهم. المهم ان لما عيني بتيجي في عينيها ما بشوفش غير بكرة. لما بلمسها جلد بيلمس جلدها من غير حجاب بينا. بحس بدفعتها، بنبض عروقها، بحس اني بني ادم مش تعبان دمه بارد لمسته ولمسة القبر. لا، لو انت هترضى انا مش هرضى. لو انت نسيت يعني ايه طعم ضحكة حلو على شفايف حد بتحبه، فأنا ما نسيتش لأني ما جربتوش وما صدقت لقيته. زي ابني بس عمري ما سألت نفسي. ده أنا من يوم ما حبست نفسي هنا وإياك وأنا طول عمري بسأل نفسي يا ترى بكرة شايل لنا إيه؟ أسأل نفسي إيه؟ يا ترى هقدر اخد بيتارك ولا لا؟ هقدر اخد الحق ولا لا؟ اسال نفسي عن العيون اللي ياما شفت فيهم الامل. الامل اللي كنت عايش علشانه. يا ترى عايشين؟ ولا لا قدر الله ربنا افتكرهم؟ عارف يا مهيب؟ لو جربت يبقى عندك عيال وعرفت يعني ايه معنى ضنا واتحرمت منهم هتعرف انا خايف من ايه وعلى ايه. فاكر لما هاجمنا الكفر وشوفنا الناس بتموت؟ ساعتها بس حسيت ان ممكن نموت سحر وسندس عشان التعابين بتتكلب ما بتنقيش بين أحبة وعدة. أنا ما أعرفش إنك كنت خايف عليهم. مش مهم القصد، زي ما أنا خايف على بناتي اللي ما أعرفش أراضيهم فين، في غيري رجالة وستات عندهم الضنا بالدنيا وما فيها، واحنا يا ابني يمكن من غير قصد ناخد منهم دنيتهم. طب وهي خلاص كده؟ حلقي لها حل؟ ملهاش حل.
خليني من وعدي ليك ليلة بس، وأنا والله عمري ما هطلب منك الطلب ده تاني. حتى لو حصل لها أي حاجة تاني. مهما حصل. ماشي يا مي. شوف هتعمل إيه. بس خد بالك.